الماضي والخطوات اللي احنا عايزين ناخدها في المستقبل. زي ما قلنا احنا اطلقنا المبادرة دي يوم 12 يوليو، ومن وقتها احنا طرحناها للحوار المجتمعي، وعملنا بالفعل عدد من الفعاليات للمناقشة حوالين البنود المطروحة في المبادرة. منها عملنا ندوة شعبية في ميدان التحرير، كانت تويت ندوة في شهر يوليو، وأخذنا يعني اتناقشنا مع الحضور في النقاط اللي مكتوبة في المبادرة، وأخذنا منهم تعليقات مفيدة جدا. عملنا كمان سلسلة اجتماعات مع متخصصين، سواء كانوا مستشارين أو محامين أو ضباط شرطة، كنا بنتناقش معاهم عن المبادرة، وبرضو أخذنا منهم أفكار كتير، وأحيانا كان في نقد لبعض النقط اللي كانت موجودة في الإصدار الأول للمبادرة، وعدلنا بالفعل في الإصدار الثاني حاجات كتير، وأضفنا نقط علشان تكون المبادرة أشمل. كمان شغالين على تجميع تأييد واسع للمبادرة من القوى السياسية بأكملها. احنا المبادرة دي لا تنتمي لأي تيار سياسي أو لأي حزب، احنا شايفين ان هي كمبادرة بتنادي بإصلاح الجهاز الأمني، هي حاجة مش مرتبطة بسياسة معينة، دي مفروض تكون أرضية مشتركة لجميع الأحزاب وجميع التيارات السياسية وجميع المواطنين اللي مهتمين بمستقبل مصر. وبالفعل بعتنا المبادرة للأحزاب السياسية والحركات السياسية والحركات الشبابية، وبدأنا في الاتصال مع بعض الأحزاب وبعض مرشحين أو حملات المرشحين المحتملين للرئاسة، وعملنا بعض الاتصالات أو الاجتماعات مع عدد منهم حملة دكتور محمد البرادعي، وحملة عمرو موسى، وحملة محمد سليم العوى، وحملة عبد المنعم الفتوح، واتناقشنا معاهم عن المبادرة، وكان في تواجد منهم ومؤشرات إيجابية إن هم يأيدوا المبادرة أو بعض البنود الموجودين في المبادرة. كمان طبعا بعتنا المذكرة التفصيلية للمبادرة للجهات الرسمية المختصة، أولها طبعا وزارة الداخلية، وكمان رئاسة الوزراء ووزارة العدل والنائب العام والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية. وجالنا من يومين اتصال من وزارة الداخلية بيقولوا إنه بالفعل وصل لهم المذكرة ووصل لهم الدعوة للمؤتمر الصحفي النهاردة، لكن طلبوا مننا وقت إضافي يعني إن هم يستعدوا للإجابة أو التعاون معنا، فإحنا في انتظار اتصال منهم علشان نعرف إزاي ممكن نتعاون معهم أكتر. دلوقتي الخطوات المستقبلية إن إحنا هنكمل برضو في فتح باب الحوار مع أطياف مختلفة من المجتمع، وهنعمل اجتماعات وندوات شعبية في أماكن مختلفة في مصر. هنكمل برضو الشغل على جمع تأييد من القوى السياسية، لأن احنا مؤمنين إن مبادرة زي دي مفروض تكون جزء من برامج الانتخابية للأحزاب أو المرشحين للرئاسة. وأخيرا طبعا عايزين برضو نعمل لقاءات مع المجتمع المدني والنشطاء والمتطوعين علشان نتناقش معاهم في كيفية تنفيذ المبادرة. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجات كتيرة المفروض تحصل، لكن في حاجات ممكن نبدأ ننفذها من دلوقتي، واحنا عايزين نعمل اجتماعات مع المجتمع المدني ومع القوى الوطنية، نعرف ازاي ممكن نبتدي ننفذ في بنود معينة من المبادرة. اخيرا كنت عايزة اتكلم عن الموقع الالكتروني بتاعنا شرطة لشعب مصر، العنوان الالكتروني policeforegypt.org. عندنا في الموقع الالكتروني زي ما انتم شايفين الاصدارات المبادره كلها، منها الملخص التنفيذي للمبادره والمذكره التفصيليه والنصوص القانونيه. عندنا كمان على الموقع الالكتروني صفحة ممكن الأفراد أو الهيئات يدعموا فيها المبادرة بمجرد إن هم يدخلوا الاسم والمهنة والبريد الإلكتروني، أو بالنسبة للهيئة برضو بعض المعلومات علشان بس مجرد يسجلوا
تأييدهم للمبادرة. عندنا برضو مقاطع فيديو، وإن شاء الله في المستقبل هيكون في مقاطع فيديو إضافية عن اللي موجودة النهاردة، وهيكون في كمان مقاطع فيديو للمواطنين بيتكلموا عن رغباتهم في شرطة شعب مصر المفروض تكون عاملة إزاي، وكمان مقاطع فيديو لناس ممكن يكونوا تعرضوا لأنواع مختلفة من انتهاكات الشرطة. وأخيرا عندنا على الموقع الإلكتروني قائمة الشرف، احنا بنرصد فيها كل الأعمال البطولية اللي عملوها بعض أفراد أو ضباط الشرطة اللي كانوا يعني متميزين في أداء واجبهم، وإحنا نحب يعني نحييهم، وهنكمل برضو نحدث دايما في الصفحة دي كل ما نلاقي إن في أعمال إيجابية من ضباط الشرطة أو من أفراد الشرطة، وهنبقى نحطهم على الموقع الإلكتروني.